الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده سبحانه كل شيء قائم به وكل شيء خاضع له، غنى كل فقير وقوة كل ضعيف وعز كل ذليل وملجأ كل خائف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فاليه منقلبه، سبحانك لا ينقص سلطانك من عصاك ولا يزيد في ملكك من أطاعك. كل غيب عندك شهاده وكل سر عندك علانيه، انت الابد فلا امد لك، وانت المنتهى فلا منجى منك الا اليك، بيدك ناصيه كل دابه، واليك مصير كل نسمه، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ورسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، منبع الرحمه ومنهل الحكمه، اللهم صل عليه واله واصحابه وتابعيهم وعلينا معًا برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم ايها المشاهدون الكرام مع درة الجمعة، هذا البرنامج الاسبوعي الذي يتناول درر هذا الدين العظيم، فن العتاب. لقد حرص الاسلام اشد الحرص على بقاء التماسك في المجتمع المسلم، وفي الاسرة المسلمة، وبين الاخوين الاخوين المسلمين. حتى اطلق القران قوله انما المؤمنون اخوه يريد لنا الله عز وجل ان نبقى متماسكين متالفين متحابين ولكن بحكم البشريه قد يصدر من الانسان ما يكدر ما يعكر فنحتاج الى شيء ليعيد هذا التماسك الى ما كان عليه نحتاج الى العتاب الرقيق الى العتاب اللطيف الذي يبقي هذا التماسك على حاله لهذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قولا في منتهى الأهمية قال لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه لا أصرم أي لا أقطع لا أقطع أخا قبل أن أعاتبه لأن الإنسان يتعامل مع بقية الناس فيصدر عنهم ما يسيئه ويصدر عنهم ما يكرهه وكذلك يصدر عنهم ما يسوؤهم فنحتاج إلى العتاب لإزالة هذا الكدر الذي يحصل لإزالة هذا الذي يتع... الذي يعكر الجو الصافي، نحتاج الى الى العتاب الرقيق حتى يزول ذلك، لهذا تجد ان القران الكريم استعمل هذا الاسلوب الرقيق الراقي، اسلوب العتاب اللطيف آمن مع قمم مع القمم مع قمه الانبياء والمرسلين مع حضره النبي الامين صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله يقول عفى الله عنك لما اذنت لهم يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى آيات العتاب وكنا قد أخذنا عبر هذه القناة المباركة برنامج وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وتكلمنا حلقة كاملة عن آيات العتاب لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تلمح من هذه الآيات أن العتاب الرقيق منهج قرآني وقد ذكر القران الحديث عن اولئك الثلاثه قال تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا منجى من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله تواب رحيم وهو منهج نبوي كريم ايضا العتاب الرقيق العتاب اللطيف قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لو بس يكثر شويه من صلاه الليل لو بس يقف بين يدي الله بالليل والناس نيام صلى الله عليه وسلم العتاب يديم الالفه يديم المحبه يديم الوئام لكن قلنا ونقول انه فن فن العتاب العتاب على جميع الاحوال ليس صحيحا وقله العتاب ايضا ليس صحيحا انما هو فن، فن العتاب يا كرام اراد الله عز وجل لنا ان نكون دائما مميزين، لهذا ذكر لنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام ان المهمات الكبيره وان النجاحات العظيمه تاتي من 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 الانطلاق من التلاحم لا من التلاوم. لا من التنفير لا من العتاب الشديد النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال لهم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، لاحظ كلمة تطاوعا يعني لا واحد يسأل عن الآخر ولا واحد يكثر باللوم على الآخر ولا واحد يكثر بالعتاب، لكن ابقوا على الأخوة إذا احتاجيتم إلى شوية من العتاب ممكن، إذا احتاجيتم إلى شوية من التناصح ممكن، لهذا القرآن كل أمة تستطيع أن تنهض إذا استطاعت أن تحسن فن العتاب فيما بينها، لأنهم إذا بقيوا على تماسك لن يستطيع عدوهم أن يخترقهم. لكن إذا انشغلوا بالجدال والخصام والزعل وحولوا العتاب إلى 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 سلاح لضرب الآخرين لم يكونوا موفقين لهذا ذم الله عز وجل أولئك القوم الذين جاءوا لم يستثمروا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فقال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يلا يلا شفتموا صلى الله عليه وسلم انتهزوا الفرصة قال تعالى حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين يلا يلا شفتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الاولى بكم ان تستضيئوا بنوره الشريف لينقذكم من بئر الجاهليه من مستنقع الجاهليه الذي انتم فيه لكن جاء سيدنا النبي وراحوا الى العتاب والملامه والجدال ووساء الادب مع حضره الحبيب صلى الله عليه وسلم العتاب فن الذي يجيد العتاب الرقيق اللطيف سيكون على محبه وود من الاخرين له تعالوا يا كرام كما اعتدنا في هذا البرنامج ان نذكر القواعد التي تجعل هذا الموضوع الذي نذكره متنزلا على ارض الواقع لنقف اليوم مع عشر قواعد من قواعد العتاب سمها ان شئت قواعد العتاب اللطيف قواعد العتاب اللطيف، قواعد العتاب الرقيق، أول قاعدة يا كرام لا تكثر اللوم لا تكثر اللوم، كثير من الناس الذين يكثر من المعاتبة يعاتب الزوجة على كل خطأ، على كل تصرف، يعاتب الأطفال على كل شيء، يعاتب الأصحاب على كل شيء، كثرة العتاب، كثرة اللوم، كثرة المعاتبة ستذهب من شخصيته ستذهب من وده ومحبته النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يحكي لنا إن سيدنا أنس بن مالك أنس بن مالك بالمدينة المنورة ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويجيب أهل, أهل أنس يجيبون لسيدنا النبي ويقولون يا رسول الله إن أنسا غلام كيس يعني طفل ذكي فليخدمك يعني خلي يكون على خدمتك سيدنا النبي قبله وصار خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما قال لي يوما لأمر فعلته لما فعلته ولا قال لي لأمر فعله ولم أفعله فقال لي لما لم تفعله صلى الله عليه وسلم حتى ما لامه يعني أحيانا تصل مرحلة لما أنت تكون موجه ولما تعرف المقابلك متأثر بيك وياخذ عنك حتى ما يحتاج عتاب وما يحتاج لوم ومرات تحتاج فاننا قلنا لا تكثر اللوم لا تكثر العتاب لا تكثر المعاتبه اول قاعده لا تكثر المعاتبه ثاني قاعده توقع وقوع الخطا توقع حدوث الخطا من الناس المساله طبيعيه لهذا النبي الف الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون روايه كل بني ادم نفس المعنى خطاء وخير الخطائين التوابون هو بالبداية الحديث عن إيش جاء جاء عن التوبة وخير الخطائين التوابون إذا كان سيدنا النبي يدعونا إلى التوبة لكن بداية الحديث ما سبب وجودها كل ابن آدم خطاء ليس النبي يقول لك كل ابن آدم ممكن أن يقع منه الخطأ كأنه يقول لك لازم تتأقلم أنت عايش مع بشر أنت واحد منهم ممكن أن يصدر منهم خطأ ممكن أن يطلع منهم شيء ما يوافقك ممكن أن يطلع شيء ما تحبه أصلاً ممكن يطلع منه شيء تكرهه أو تتأذى منه فإذا سيدنا النبي من يقل لك كل ابن آدم خطاء وذكر خطاء بصيغة المبالغة حتى تعلم أن أنت عايش مع الناس ممكن أن يصدر منهم أي شيء وممكن أن يصدر منك أنت أيضا أي شيء فلا تتوقع أنه أنت حين ترى إنسانا على خطأ فلان خطأ لا لا أنت أيضا راح يجيك الدور دير بالك لأنك بحكم بشريتك لأنك من بني آدم هذا يقول النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا شوف الكلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يحتاج إلى تمعن وإلى تأمل وإلى تدبر لقراءة النص مرة أخرى لنفقها معناه لكن قبل أن نتحدث عن حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم تعالوا لناخذ فاصل نصلي فيه عليه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عدنا اليكم مره اخرى ايها الكرام مع دره الجمعه فن العتاب عنوان الحلق النبي الف الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم هل هي حاشا لله ان تكون دعوه للذنب؟ لا مو هذا معناها تامل الى تفسير هذا الحديث لو لم تذنبوا اي لو لم تشعروا بانكم مذنبون لذهب الله بكم يعني كان الحديث يتكلم عن القلب الحي والقلب الميت. القلب الحي يقع بالذنب لانه هو من بني ادم اللي ذكرناهم كل بني ادم خطاء. لكن يستشعر دائما تقصيره مع الله. يتاسف على نفسه، يندم، كيف انا قصرت مع رب العالمين؟ لو لم تذنبوا اي لو لم تحسوا وتشعروا بانكم مذنبون بين يدي ربكم لذهب الله بكم. واتى بقوم يذنبون بحكم بشريتهم. ويتاسفون ويندمون ويتوبون ويرجعون ويستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى، اذا اول قاعده لا تكثر اللوم. ثاني قاعده توقع حدوث الخطا من الاخرين. ثالث قاعده اختر العبارات اللطيفه والكلمات الجميله في المعاتبه، لما تعاتب الاخر فن العتاب ان تختار العبارات الحلوه، رب العالمين يقول وجادلهم بالتي هي احسن. يعني إذا عندك مئة كلمة حلوة تتكلم مع أخيك تتعاتبه أختار الكلمة أحلى كلمة من بين المئة هي كلهم حلوين أختار أحسن كلمة بيناتهم وخاطب لأن النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة وكمثل في بلاد الشرق يقول نقطة عسل تصيد من الذباب ما لا يصيده برميل من العلقم نقطة عسل تجمع لك الذباب تجمع يعني تحل مشكله يعني تؤثر نقطه العسل تاثر اكثر بكثير مما يؤثر برميل من العلقم اذا تختار الكلمات اللطيفه ثم يا كرام لا تجادل اثناء العتاب لا تفوت باسلوب الهجوم مع انسان تريد تعاتبه لان باختصار انت ما رح تعاتب احد الا اللي تحبه اما رح يكون ابن او زوجه او اخ او صديق او مسلم او انسان عادي فانت تحتاج ان لا تجادل لا تكثر بالجدال وانت تعاتب، النبي الف الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم يقول: انا زعيم ببيت في ربض الجنه اسفل الجنه، لمن ترك المراء ولو كان محقا، للي يترك الجدال، اكو ناس بس يعجبها تخاصم، بس يعجبها تجادل، لا انتبه، حسن الالفاظ، اهل الشام عندهم كلام حلو يقول الملافظ سعد، يعني الكلام الحلو هبه من رب العالمين. وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ثم يا كرام نحتاج ان تتخيل انك انت المخطئ لتبحث عن حل الذي وقع في الذنب الذي وقع في في حرج تخيل ان نفسك انك مكانه فهو سيبحث عن حل فابحث معه عن حل والتأمل دائما خذ من الدروس القرآنيه العبر، خذ يعلمك القرآن منهج حياة، القرآن يقول لك لما تريد تنهى عن شيء جيب البديل، وهي قاعده جدا مهمه، قل لما تريد تنهى عن شيء تسد الباب عن الناس في باب من الابواب المضره لهم، افتح لهم باب اخر، هذا قال تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، عطى الحل بعدين عطى المنع، قال خذوا البيع البيع بالآجل. وحرم الربا، الربا عليكم حرام، رب العالمين قال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، دير بالكم يا شباب من النساء، ورب العالمين يقول: إلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، دير بالكم تنحسب من العادين، ويرجع القرآن الكريم يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، رب العالمين سد باب السفاح وفتح باب النكاح قال تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ تبارك وتعالى يعلمك قاعدة عندما تتخيل أن المقابيلك الذي أخطأ كأنك أنت هو تتخيل ستبحث عن حل له كما هو يبحث في نفسه عن حل أوجد الحلول للناس لا تقف عند باب هذا أخطأ خلي يدبر نفسه لا لا نحن كلنا واحد كلنا في مركب واحد إن انصلح حاله إن صلح حالنا جميعاً وان ساء حاله ساء حالنا جميعا ايضا من الاشياء الذي من القواعد ينبغي ان نتعلمها ان تعلم يا يا ايها الاخ العزيز ان تدع المخطئ يكتشف خطاه أن تخليه هو على راحته باسلوبك الرقيق من العتاب اللطيف والرقيق ان تخليه هو يكتشف الخطا او على راحته يعني كان شاب من الشبان يكره احد الدعاة كثيرا داعيه مؤثر ومؤلف كتب ومحاضراته كثيرة في الأرض وخدم الدين كثيرا واحد من الشباب يقول هذا الداعية أبد ما أسمع له كلام هذا كذا هذا كذا هذا كذا أحد الأصدقاء سمعه أكثر من مرة يتكلم على الداعية ما ترهم فراح هذا الشاب فجاب مؤلف من مؤلفات هذا الشيخ الداعية وشال اسم الشيخ وخلى اسم آخر وجاب الكتاب لهذا الشخص الذي يكره ذلك الشيخ قال يا شيخ تفضل هذا الكتاب يا أيها الشاب قرأ هذا الكتاب بلكي يعجبك راح هذا الشاب قرا الكتاب رجع متاثر جدا قد تاثر بالكلام كثيرا فجاء على هذا الشخص قال يا ابو شو المؤلف هذا شو كلمات والله انا كثير استفدت منه وانا انتفعت منه وا 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 قال تعرف من مؤلف هذا الكتاب قال له فلان قال لا هذا ليس من خليتونه مؤلف هذا الكتاب الشيخ فلان اللي انت تحكي عليه فانتبه ومنصدم خليه هو يكتشف الخطا بنفسه يعني هناك قصة رائعة جدا في مصر تأملوها. كان رجل من الصالحين يفتح شقته كل يوم بالاسبوع مرة أو مرتين ويجمع المشايخ والصالحين وأهل الذكر ويقعدون يذكرون الله عز وجل ويتدارسون القرآن الكريم ويصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ابن صاحب الشقة شاب يقول هو هذا الشاب يحكي يقول أنا ما أحضر أبد. كم مرة يصير المجلس أنهزم من العصر أطلع لي حجة أطلع قبل المغرب أطلع ما أرجع لي تالي ليل كم فضل المجلس ما أريد أحضر والأب يشوف ويعرف يعرف ما هي موجود يقول يوم من الأيام بعد سنين عرفت أنه أكو عندنا مجلس اليوم بالبيت قال فقلت راح أطلع قال بس اتأخرت على ما طلعت وأنا طالع وقرب مجيء الضيوف قال باب الشقة فأبوي شافني فقال قال له يابا انا والله عندي شغل بدي عندي ارتباطات قال بكيفك قال يا ابن تمام يا ترى انا عندي شغل بدي قال خلاص روح الله معك رجع الاب قال كلام شوف قال يا بني لا تظن انك انت الذي ذهبت عن المجلس لو اريد بك الخير لاتي بك اليه ركز على الكلام لو اريد بك الخير لاتي بك اليه لان الله قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لو لو ينراد بيك الخير كان جيت لأي المجالس لان هاي حلق الذكر هي هاي براتع الجنه يقول فخرجت من قلت يابا انا ترى فعلا عندي شغل قال له يابا روح الله معك قلت طلعت بالسياره وكلمات الاب في قلبي كالسهم ودخل قال ايش اعمل؟ فعلا انا اللي اصلا انا اثاري انا اللي ما عاد اروح مو انا برغبتي انا اللي عاد ابعد عن المجلس قال فقررت ان اتوب قال بس ارجع على البيت شويه زحمه قالت والله قال رحت اروح على زور سيدنا الحسين أصلي في مسجد الشريف عليه السلام وعليه الرضوان قال وصلت إلى هناك قال تدخل قال أبو الجيمة قال ما يصير تفوت قال ليش ما أفوت قال والله عندنا شغل اليوم ممنوع أحد يفوت يا أبو بس أصلي ركعتين بس اتوضا وأصلي قال لا ممنوع تفوت قال فشعرت كأن الله طردني هو هذا تفسيره لنفسه قال فتعقدت العزم على التوبة ورجعت قال على البيت طبيعي قال ثاني يوم ثالث يوم صار مجلس الآخر قال استعديت من العصر وتهيأت للمجلس قال أبي لي علمت أنك ستعود لأني دعوت الله لك يقول و رجعت و من من ذاك اليوم إلى اليوم أنا أخدم الناس اللي يجون إلى ذكر الله سبحانه وتعالى المعاتبة اللطيفة فن العتاب يا كرام ثم اذكر حسنات اللي تعاتبه لما تحكي مع أحد تعاتبه اذكر له الحسنات أول شوف النبي عليه الصلاة والسلام قلناه قبل شوية نعم العبد عبد الله عبد الله بن عمر شاب ممتاز جدا اخلاق وهذه لكنه ما كان يصلي بالليل قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الليل ايضا تحقق من وجود الخطا تاكد انه فعلا هو مخطئ قال تعالى سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ثم تاكد ان الناس يتعاملون بالعواطف تعالوا من باب القلب خاطب قلبه قبل ما تخاطب عقله واخيرا اعطيه اعطيه الخطا حجمه لا تكبر عليه لا تكبر عليه لأننا جميعا بحاجة إلى أن يتوادم بعضنا مع بعض أن يتآلف بعضنا مع بعض تكلمنا اليوم أيها الكرام عن فن العتاب العتاب الرقيق اللطيف هو منهج قرآني ومنهج نبوي وقواعد عشرة ذكرناها بالعتاب ممكن نذكرها على عجالة نختصر بها ونختم بها حلقتنا اليوم أولا لا تكثر اللوم ثانيا توقع حدوث الخطأ من المخطأ ثالثا اختر الكلمات اللطيفة، رابعا لا تجادل اثناء العتاب، خامسا توقع تخيل انك انت المخطئ، سادسا دع المخطئ يكتشف خطاه، سابعا اذكر حسنات من تعاتبه، ثامنا تحقق من وجود الخطا، تاسعا عامل الناس بالعواطف، خاطب قلوبهم لا تخاطب عقولهم، واخيرا اعطي الخطا حجمه الطبيعي، لا تكبرها عليهم، اسال الله ان يرحمنا جميعا وان يرزقنا حسن الاخلاق وحسن الاخلاص امين امين الى لقاء اخر بمشيئه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته